الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب السابع من الكتاب السادس والأربعين، كتاب البر والصلة والآداب. باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر. والتحاسد جاي من الحسد، والحسد وتمني زوال النعمة من الغير، وده من الكبائر. والحسد إذا شبه، وهو معنى في القلب، إذا شبه في الحس فهو نار تأكل صاحبه. يعني الحسود ده عايش في نار في قلبه، قاعدة بتاكله. شوف قد ايه. يعني لو في المنام الحاسد يرى نفسه دخل النار، يبقى ده دار الحسد. يقوم يعرف ان ربنا بيقول له في المنام انت حسود، عالج الحسد يا مجرم، كانه بيقول له كده، يا مجرم انت حسود. يبقى النار اللي في المنام غير نار الاخره، هي نار الحسد تباغض. فهمت؟ فالحاسد لا ياكل الا نفسه ونعم الله فيضع العباد. حسد لا يؤثر في حد. فهمت ازاي؟ فالحسد اول ما يضر يضر صاحبه. فهمت؟ كانه في جوفه نار. يقول لك يا اخي نار في قلبي. الناس يقول لك كده؟ نار في قلبي من شدة حسد. المقابل للحسد من الممدوح، يبقى الحسد ده مذموم. طب ايه المقابل له؟ الغبط. الغبطة اللي هو ايه؟ انك انت تتمنى ان يكون معك من نعم مثل اخيك دون ان تزول من اخيك شيء. دي الغبطة، لا بأس. شفت واحد كده مثلا حافظ القرآن، تتمنى كده تقول يا رب ابقى حافظ القرآن زي ده. مش تقول يا ساتر ايه ده حافظه ازاي ده، يا رب اسحبه من قلبه يا رب عشان يبقى زيي. تبقى كده حسود. لا، انت تقول كما ثبته في قلبي ثبته في قلبي. تبقى دي حاجة كويسة، انك تتمنى ان تكون مثل اخيك في الخير، ده حلو. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في ثلاث، مش كده؟ ويقصد بالحسد هنا اللي هو الغبطه. رجل اتاه مالا ورجل اتاه حكما يعدل بين الناس، واخد بالك، علما، ورجل اتاه القران، مش ادي ثلاث؟ رجل أتاه القرآن فهو يقوم به ليل نهار يعلم الناس ويصلي به، أدي واحد. فتتمنى تبقى زيه. رجل أتاه مالا فهو سلط على هلكته في الحق، فتتمنى تبقى زيه. ورجل أتاه حكمة علما فهو يعلمه للناس ويحكم بين الناس، فتتمنى تبقى مثله. خدت بالك؟ أدي أشياء، لأنها أشياء تنفع في الدنيا وتنفع في الآخرة. فهمت بقى ازاي؟ هذه الاشياء. والتباغض انك انت تتباغض له ويتباغض لك، يعني كل واحد حريص على انه يكره الاخر ويكره الاخر فيه، زي ما الاخوان كده بيعملوا في المصريين، قاعدين يعملوا في عمايل عشان يتباغضوا لاهل بلدهم. واخد بالك ازاي؟ لدرجة ان اللي كان متعاطف معهم صار على وشك انه يبغضهم. ليه؟ التباغض ده حرام. ليه تتباغض؟ النبي كان يحب ان يتودد للناس، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. احسن وتنازل عن حقك، حتى لو كان لك حق وطلبك لهذا الحق يؤدي الى فتنه اشد، تنازل عن حقك يا اخي ومشي امورك. حتى لو انتم بتقولوا بالشرعيه ما فيش مانع، تنازل عنها مؤقتا حتى يعني الناس تمشي وتشوف مصلحتها، والبلد بدل ما تكبو البلد تقف على اقدامها. مثلا يا اخي، ما النبي تنازل عن حقي في صلح الحديبيه، قال له انت محمد، انت مش محمد رسول الله، امحوها. قال
قال لي سيدنا علي محوها علي محمد بن عبد الله تنازل عن حقي وهو كان افضل كلمة يلقب بها محمد رسول الله. الكافر قال له لا اشتب مش عايزين، النبي تنازل عن حق ما تشبس، قال لعن رسول الله اقتلوه، ما قالش كده. طب ما هيقتلوه بعدين، بعد كده الصحابة لسه مستضعفين، قبائل العرب تيجي تكتس الدين كله، ما ينفعش الطريقة دي، ما تنفعش يا جماعة، مش هو ده دين الله؟ تنازل عن حقك من أجل المصلحة العامة يا أخي، ولا تتبغض لغيرك، ولا تحرص أن هو يزداد لك بغضا وأنت تزداد له بغضا حتى تنتهي الحكاية إلى التقاتل والتشاحن والتراشق باستباب، ثم بعد ذلك التراشق بالسلاح. ما ينفعش، دي من الكبائر اللي بيتعمل، ده من الكبائر. وبعدين يعمل الجريمة وهو اللي مرتبها ويقول الشرطة عملتها والجيش اللي عمله وهم اللي مرتبينها، ازاي؟ ومن يكسب اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. والكلام ده برضو موجه للشرطة، لان الشرطة احيانا تعمل بعض الجرائم وتتهمها للمعارضين. كلام موجه لجميع الاطراف، لان احنا كلنا مكلفين. ما تفتريش على حد، تعمل حاجة في السر وبعدين تنسبها لغيرك حتى يكره هذا الغير وانت عارف انك انت اللي عاملها، حرام من الكبائر. مش حرام بسيط كده، ده حرام من الكبائر، تودي في داهية، تفسد ذات البين. والتدابر انك انت كل ما تشوفه تديله ظهرك، يعني مش عايز حتى تبص في وشه ولا تقابله، ادي التدابر. كل ده من الكبائر، حرام. احنا امة واحدة، اخوة، ابونا واحد وامنا واحدة وديننا واحد وقبلتنا واحدة ونبينا واحد وقرآننا واحد عبادتنا واحد. ليه نخلي اليهود يخلونا كده؟ ما هم اليهود قاعدين يعملوا فينا كده، ليه احنا نديهم الفرصة؟ طول عمر اليهود فرق تسب، ده هم قايلينها كده، مبدأنا فرق تسب، واحنا حافظين المبدأ ده ودارسينه وحافظينه ونقع فيه. حاجة ليه؟ ليه بنعمل كده؟ مش عارف. الشيطان بقى والنفس، خالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، عشان تعيش سليم القلب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث 90 بعد 606,000، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يعني عشان تخاصم واحد مسلم ليك ثلاثة بس، ثلاثة أيام بس لحد ما نفسك تهدأ، بعد كده سلم عليه. مش شرط تزوره بقى وتعيش معاه، الأرواح جنود مجندة، لكن سلم عليه. أما تشوفه في الشارع سلام عليك كيف حالك، كأنك ماشي خلاص، عشان إيه؟ ما تبقاش مهاجره. فهمت ازاي؟ يعني افرض واحد انت مش عايز تعاشره يا اخي، عشرته صعبه، مفيش مال، ما يجريش حاجه، لكن لا تخاصمه. يعني ابعت له مسج كل سنه وانت طيب في العيد، عرفت انه مريض روح زوره، او ارفع التليفون وقول له اخبارك ايه، كده بس وخلاص. يعني لكن لا يحل الخصام اكتر من 3 ايام مراعاة للضعف البشري، لأن الإنسان ساعات يبقى نفسه غضبانة مش قادر يبص في وش اللي بيكرهه. فربنا عارف إنك أنت غضوب وإنك أنت عجول وإنك أنت ضعيف ما تعرفش تقاوم هذه المشاعر. فإدالك فرصة 3 أيام يا سيدي لحد ما الحكاية تنتهي. بعد 3 أيام يبقى سلم عليه. ما قالكش يعني خده بالحضن يعني ولا حد، قالك سلم عليه بس. يبقى الهجران بدعة شركية، هجران المسلم بدعة شركية. ليه بدعة شركية؟ لأنها تؤدي إلى فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، قال النبي التي تحلق الدين، لا أقول تحلق الشعر. وعن أبي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني تحول الإسناد
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك. وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد، وزاد ابن عيينة ولا تقاطعوا، لأن ربنا يحب أن يوصل العباد الصلة التي بينهم، فإذا قطعت ما أحب الله أن يوصل قطعك الله من فضله. شفت قد إيه؟ لأن قال على الكفار إيه؟ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ده دي حال الكفار، فكن أنت على النقيض، تصل ما أمر الله به أن يوصل ولا تفسد في الأرض، تصلح في الأرض، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق جميعا عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، أما رواية يزيد عنه فكرواية سفيان عن الزهري يذكر الخصال الأربعة جميعا، وأما حديث عبد الرزاق ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا، يعني قال الثلاثة دول بس وما قالش لا تباغضوا. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا. تقاطعوا مقابل إيه؟ لا تدابروا، لأن التدابر إنك تديله ظهر وهو يديك ظهره، معناه كلما سرتم كلما زاد المسافة بينكم، يعني حصل في القطيعة، فتدابروا بمعنى تقطع. وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي قال ربنا بيقول إنما المؤمنون إيه؟ إخوة، والأخ يعين أخيه ويشعر به ويحب له ما يحب لنفسه ويقبل عذره إذا اعتذر له ويحسن الظن به، وإذا استقرضك تقرضه وإذا استعانك تعينه، مش كده برضه؟ وإذا مات تمشي في جنازته، وإذا استنصحك تنصحه، مش كده؟ هي دي الأخوة يا أخي. وإذا عطس فشمته فحمد الله فشمته، وإذا حلف لا تحنثه، يعني حلف عليك تعمل حاجة وهي في مقدورك وهذا الشيء ليس محرما احمله له يا أخي عشان تبر قسمه ولا تقعه في الحنث. كل دي حقوق الأخوة، فاهم؟ إذا مرض تعده، وهكذا هي دي حقوق الأخوة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إصلاح ذات البين من إيه؟ من أوثق الأعمال عند الله قربا، إصلاح ذات البين. لما تعرف اتنين متخاصمين كده وانت تسعى في الإصلاح بينهما لدرجة ان ربنا أجاز لنا الكذب وهو قبيح عنده من أجل الإصلاح بين الاثنين. شوف قد إيه الكذب، انك تقابل كل واحد على حدة تقول له والله فلان يذكرك بخير وهو لم يذكرك أصلا بخير، عشان تخفف ما في قلبه من حدة ضده، وتروح للتاني تقول له أنا كنت قاعد مع فلان بيذكرك بخير وخايف يجي لك لحسن تكسفه، يقول له لا ازاي ما كسفوش، لا اتصل بيه خليه يجي، وهو ما قالوش كده اصلا. كل ده من اجل الاصلاح بين ذات البين. شوف دي يجيز لك حتى الكذب وهو كبيره من اجل الاصلاح ذات البين. شوف قد ايه الاصلاح ذات البين عند الله عظيم. وعن أبي قال حدثني علي بن نصر الجهضمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، وزاد كما أمرك الله. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. وكونوا عباد الله إخوانا يعني كما أمركم الله، زود كلمة كما أمركم الله في الرواية دي على هذا القول. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي قال كان حصل مرة شحناء بن سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين وسيدنا محمد بن الحنفية أخوهم من أبيهم، أخوهم محمد بن الحنفية ده محمد بن علي بر، وسيدنا الحسين ده ابن سيدنا علي بر، بس دول ولاد ستنا فاطمة وسيدنا علي، وهناك ولاد سيدنا علي من امرأة من بني حنيفة، فنسبوه لأمه عشان يميزوا بينه وبين أخويه من أبيه محمد بن الحنفية وسيدنا الحسن أو سيدنا الحسين، حصل تشاحن بينهم. فجاء ثالث يوم محمد بن الحنفية أرسل لأخيه قال له أنت خير مني فأريدك أن تأتيني قبل أن أتيك فتصافحني وأصافحك. شو حد أدب يؤثره، يعني هو مش ربنا بيقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، هو عايز يروح يبدأ بالسلام، بس شاف ان سيدنا الحسين اخير منه من حيث النسب لانه ابن فاطمه، فشو بيصالحه ازاي؟ يقول له انت اخير مني، اردت ان اتيك فاثرتك بذلك، فاتني لتصافحني. كانوا يفهموا عليه، فقام سيدنا الحسين او سيدنا الحق وراح لاخوه وخده بالحضن وجاب له هدايا واتحلت الاشكال، ما عادوش بقى يتلاومه، خلاص انتهى صفح، فاصفح الصفح الجميل يعني الذي لا لوم معه، ادي معنى فاصفح الصفح الجميل. مش تقعد بقى تروح تصالحه وبعدين تفتكر الأسية، اصل انت قلت وانت عملت، بعد ما كنت رايح تصالحه تقوم ايه في الاخر تتخانق يعني معه وتجدد عهد الهجران، ما ينفعش. الصفح الجميل انك تروح خلاص لا تذكر، لا تذكر العورات بعد كده خلاص كانه ما حصلش. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري بإسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا، فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. يعني برضو لو هتخاصم مراتك هي 3 أيام وتروح بعد كده صالح حرام، فوق 3 حرام، تقول أصل مراتي دي مش أختي دي مراتي، لا أختك في الدين يا سيدي، فتشملها الحديث. والزوجة برضو ما تتقالش على جوزها أكتر من 3 أيام وتسوق ايه العوج اكتر من 3 ايام، تقول له والله ما انا مصلحاه ولو جالي هنا مش يا ستي بعد 3 ايام خلاص، اقصى حاجه 3 ايام لحد ما تنسي اللي عمله فيكي وخلاص. وكذلك مع ابناء اولادها، انا كنت اعرف واحد صاحبي يقول لي انا بخاصم ابني بالشهرين عشان ما بيسمعش كلام، ليه شهرين؟ ابنك ده ما هو اخوك في الدين، هو زي ابنك بس اخوك في الدين برضه، اكتر حاجه 3 ايام بعد كده توده مهما عمل فيك هي 3 ايام وخلصنا، عايز تقطع العلاقه بينك وبينه بعد كده هيبقى مفيش علاقه، وبعد كده تيجي تنصحه مش هيرضى يسمع كلامك هيكرهك، القطيع تورث البغض البغضاء والشحناء. لكن اما يلاقيك انك انت هي 3 ايام وخلاص يعرف انك انت ودود وقريب ليه يقوم يستحي يزعلك بعد كده. لكن الناس للاسف تعاملها مع بعضها البعض، انا اعرف واحد قريبنا خاصم اخوه 40 سنة عشان ارث، 40 سنة لحد ما ماتوا الاثنين متخاصمين عشان ارث في ارض، ده عايز ياخد اللي هنا والتاني ياخد اللي هنا، قعدوا 40 سنة مخاصمين بعض ليه؟ لدرجة لما يعرف ان ولاده زاروا ولاد اخوه التانيين يقطع عنهم المصروف ويتخانق معاهم. ليه كده؟ ليه الطريقة دي؟ انت مش قريتش الحديث ده يا اخي؟ هو ده مش اخوك ابن امك وابوك؟ علشان حتة ارض انتوا الاثنين هتدفنوا فيها ان شاء الله تتخانقوا الخناقه دي، ما يصحش. يا
يعني ما تبقاش ايه يعني في 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 شحنائك. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اشر الناس ايه؟ الالد الخصم. اشر الناس الالد الخصم. الالد اللي هو شديد العداوه، والخصم اللي هو لا يقبل العذر وشديد الخصام. ليه انت عايز تبقى من اشر الناس؟ ما تخليك كده متسامح يا اخي. لا يحل للمؤمن ان يهجر اخاه فوق 3 ايام. واحيانا يبقى جارك قدامك عشان مثلا ايه ابنه اتخانق مع ابنك ولا بتاع، تخاصم جارك اللي قدامك كل ما انت طالع نازل شايفه ما تسلمش عليه، او عشان اختلفته في تصليح موتور المية، او في مثلا تقسيم فلوس نور السلم، او مش عارف كلام فارغ كل ده تقوم تخاصمه؟ ما يصح. انا كنت ساكن في عماره في المانيال زمان قبل ما اجي هنا المقدم، كانوا اما يجي الموتور بتاع العماره يبوظ فين يقعدوا يتخانقوا، انا ادفع وانت ما دفعتش، وانت اصلا ما دفعتش في اول، وانت دفعت في اخر، ويسيبوا الموتور والناس مش. فجيت انا مره رحت جايب السباك وفك الموتور حطيته في العربيه وديته يتصلح، ورجعت وانا راجع من المستشفى رحت للراجل جبته وركبته وما قلتش لحد حاجه. بيفتحوا الحنفيات لو الميه حلوه، مين اللي عمل كده؟ سالوا البوابه قالوا الدكتور يسري عمل كده. فكل واحد جاي يخبط عليا اتكلف كام؟ قلت له انا مش هاخد حاجه، انا عامله هديه عشان كل ما تتوضوا اخد انا ثواب، وكل ما تشربوا انا اخد ثواب، كل ما تغسلوا هدومكم انا هاخد ثواب، لان سقيا الماء دي عباده كبيره جدا. تصدق بعد كده كل ما كان يبوظ الجيران يجروا واحد يفكه قبل ما انا اروح افكه، وتحل الاشكال. واخد بالك ازاي بعد كده وخلاص وانتهي؟ يعني انت لازم تبقى انت الاول قدوه وحل الاشكال. بعد كده تلاقي الناس كل الناس عايزه القدوه الحسنه. لكن الشيطان عايز التدابر، واشمعنى انا؟ يعني انا كروليا هيستقرضني بقى؟ لا يا سيدي مش كروليا، خليك انت طيب حلو. والله ايه يعني؟ التغافل كويس في العلاقات مع الناس، التغافل يا اخي عن عيوبهم. النبي كان اذا راى ما لا يعجبه اعرض واشح، كانه مش شايفه صلى الله عليه وسلم. وانا لما تحول الحكايه دي لعباده، شوف انت لما توصل ميه لشقه مسلم، كل ما يغتسل، كل ما يتوضا، كل ما يشرب، كل ما يطبخ، كل ما يتنظف مراته الشقه، كل ده ثواب ليك وانت نايم. وفي الاخر تقول انا هدفع ما ادفعش، انت لو عارف كده تقول لهم انا هدفع ما حييت، وانتوا ما تدفعوش. فاهم؟ سقيا الماء دي على فكره بتقي من الامراض الظاهره، وإطعام الطعام يقي من الأمراض الباطنة. فكل حاجة ليها حاجة. يعني واحد عنده مرض جلدي ظاهر أهو، يوصل المية لحد ما بيوصلوش مية تلاقيه خف. شفت قد إيه؟ سيدنا أبو زرع جاله مرض جلدي، وكان من علماء الحديث الكبار لدرجة صار لا يتحمل إنه يرى الناس أو حتى ينظر للمرآة من شدة إيه؟ تقززه من هذا المرض اللي أصابه. وبقى يدعي ويعمل ويروح للاطباء ومفيش فايده، لحد ما ايه جاله النبي في رؤيا قال له اين انت يا ابا زرع من سقيا الماء؟ فاستيقظ وايه ودبر مبلغ وحفر بئر في طريق ايه يمر فيه الناس عشان الناس تشرب. يقول لك مجرد انه حفر البئر والناس شربت خف. فهمت ازاي؟ من سقيا الماء. وانتوا قاعدين تتخانقوا مين يدفع فاتوره الميه؟ انتوا مش فاهمين بقى دينكم والحلاوه اللي احنا فيها. فهمت ازاي؟ لكن الشيطان ابدل هذه النعم الى نقمه، بقى نعمه الميه بقت نقمه بين الناس في العمارات يتخانقوا مين اللي يدفع الفاتوره. بالعكس سيبها على الله يا اخي، سيبها على الله واطمئن. شوف انت لما يبقى جيرانك اللي بيصوم اثنين وخميس وشرب كوبايه ميه كده وهو صايم، وانت اللي كنت دافع الفاتوره، كانك انت اللي افطر. فهمت ازاي؟ تاخد ثواب صيامه وعبادته وصلاته وقراته كل ده عشان دفعت فاتوره الميه، وخش نام تبقى مطمئن. فهمت بقى؟ انما تكونش سبب للتدابر. وانت لو عملت كده وغيرك عمل كده وغيرك اتحل الاشكال، وما حصلش خناقات بقى خلاص، مش هيحصل خناقات بعد كده. وعنه به قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن ابي فديك
احنا في الحديث ده ولا الحديث اللي قبله؟ حديث قتيبة اخر حديث في الباب يعني. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث، يعني لا هجرة بغير وزر بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث تبقى هجرة بوزر بمعصية بعقوبة. فهمت ازاي؟ لا هجرة اي بغير عقوبة بعد ثلاث، بل بعد ثلاث الهجرة تكون بالعقوبة. فهمت؟ ايه؟ اللي هو تاني حديث في الباب؟ طب نقرأ. وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان حاء قال وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حاء قال وحدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر كلهم عن الزهري باسناد مالك ومثل حديثه إلا قوله فيعرض هذا ويعرض هذا، فإنهم جميعا قالوا في حديثهم غير مالك فيصد هذا ويصد هذا. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك وهو ابن عثمان عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا هجرة بعد ثلاث. ونقف على باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها غدا إن شاء الله. والله الناس لو نفذوا كتاب البر والصلة اللي في صحيح مسلم بس هتبص تلاقي يعني جميع الحروب وجميع القتلى في بلاد المسلمين بأيدي المسلمين يتوقف في الحال لو نفذنا باب واحد بس في صحيح مسلم، فما بالك بقى لو نفذنا كل الأبواب؟ نبقى في الجنة، نعيش في الجنة. فهمت بقى؟ لكن الشيطان بيدخل بين المسلمين حتى يضيع مزايا أخلاق المسلمين في تصرفاته، ونصير بقى فتنة لأنفسنا وفتنة للذين كفروا كمان. حتى الكفار يبصوا المسلمين عاملين كده بعضهم يكرهوا الإسلام، يفتكروا الإسلام كده، فصرت فتنة لأخيك وفتنة للمسلمين وفتنة على للذين كفروا. ربنا ينجينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.